رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام حتى نبدي اول فقرات حلقتنا لهذا اليوم، لهذا راح نبدي فقره سؤال عطاير، فابقوا ويانا. مرحبا. مرحبا انا سنة. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. شلون فطور اليوم كان؟ الحمد لله تمام، كان يعني اول يوم رمضان. عافيه. الله يعافيك. شلونك بالرياضه يعني؟ يعني نص ونص. نص ونص، يعني اذا اقول لك 18 في 17 تعرف؟ ها شنو هاي؟ المفروض اني اسالك اياه وانت تجاوب حتى تربح. بما انه انت ما راح تجاوبنا اياه، راح نغير لك الفقره. تمام، حلو. الفقرة الثانية تدرس لي العربة خلال 30 ثانية. تمام اوكي. حصل على جائزة من عندي. تمام حلو. تمام؟ نبلش؟ نبلش. يلا. تمام. هاي العربة مين راح تحب تترسل؟ أول شيء أكيد قسم الغذائية. يلا. أوكي تمام. أوكي. واحد، اثنين، ثلاثة، بلش. أسرع 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 أسرع. أهم شيء العدس، شوربة العدس. أسرع أسرع أسرع. أيوان برغل زيت. هاي طبخة باكر. خمس ثواني عندك بعد. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. انتهي الوقت. روح على الكاشير. حضرتك متزوج؟ أنا لا أخاطب. أخاطب يعني بعد الأكل من يد الوالد. طبعا أكيد. الذي لا يقع. أي طبعا أكيد طبعا. هنا هو محضر وجبة كاملة دي يطبخها. أنا راح أوجه هنا رسالة الخطيب، ترى راح أقول لها أبو بيت مار بالمسواق، بعد أخذ لك الطبخة ومكوناته ويحط لك إياها بالمسواق. ثلاثة وأربعين. أنت راح تدفع ليها وأنا راح أخذ الأكل وأروح. ما راح تأخذ لا خطيبتك ولا لي. أوكي هاي ماكو مشكلة. أوكي. هو أنت قررت تدفع. بس هو هذا كنا إحنا نريد نشوف كرم العراقي. صراحة فراح أرجع لك الفلوس ويا هدي. آه شفتي. يقولون فوقها حبة مسك. راسي تفضل. هدية. مبروك عليك ورمضان ينعاد عليك يا ربي بالخير والصحة والعافية. الله يبارك فيكم. أقول لك زين ما اخترتي. أبو بيت مضبوط. شكرا. الله يخليك. أنا وسلم. مثل ما شفتوا ضيفنا شلون حمل بالعربة، ومنوصل يم الكاشير أكيد ما خليناه يدفع لأن كان هذا مقلب. ومستمرين بفقرات حلقتنا لهذا اليوم ومقالبنا. وصلنا إلى فقرة طقطقة اليوم، مسار ويا أبوه داخل أحد الأسواق العراقية. خلينا نشوف شنو اللي صار، فابقوا ويانا. بابا دخل لي خبز مال شعير. خبز شعير خذ لي. تعال هذا ويا زوجتي. تعال خذ لي خبز مال شعير. اب فقر، اول مره اشوف واحد عنده اب فقر. انا تزوج تزوجت ما خلصت، لعبت فيها لعب، لعبت فيها لعب، اديتني كل. راح اغلى الخبز مال شعير. ارجع الفقر جدي قدام العالم. ارجع الفقر وياها ما ادري شنو انت. والله اخذك واخلص. والله ياخذك واخلص. والله تعبتني. تعبني تعبني كلش. احسب لي انا ذني. هذا ما تخبز مال شعير، ما تخبز شعير. عيني هاي وياها بالحكايه. نخله براسك ما اخذك. ليش؟
مو عندي سكر اني. انا الصابون مو زين علي. سويت لي. الصابون مو زين علي ابني. اشتري زوجتي يذوج. دهاك دهاك. هاك. عمو بيش هذا بدون زحمة. انت مو صوتك صوتي انا اطلعك. مو اني اني كد. اطلعك. لك بس خبز شعير داري داني. بس انا ايش رايد من عندك؟ ما اعرف ابي شد ويا زوجته انت شاد ويا زوجة ابنك عمو؟ ما شاد وياها انا شاد وياها شنو ما شاد وياها؟ تدري البارحة امي ماتت بقت بقت بس تعدي علي تدري البارحة صار عندي السكر انا بالليل؟ ضبطت معك وكلتوني صمون انت وياها دخلوا لي من هذا عشوك لك بس شيس واحد بس شيس واحد انا وابوي لا حد يتدخل بس شيس واحد مشكلة عائلية انا وابوي باع ابني كل شيء ما سواني شوف جماعتي كلهم عندهم بيوت وسيارات ورثوا من امهاتهم عمو بيش هذا بيش هذا حياتي كلها ايجار بايجار بيش هذا بدون زحمة عليك كافي قمت تجدي قدام العالم هينك سكتهم هينك انا عندي سكر هذا زين علي هذا زين علي هذا العسل زين احسن من الصمون ابني لون القبق الاسود احسن ابني احسن من الصمون هذا هاي مو تحب هذا زين للسكر زين للسكر ابني مبارح صار عندي سكر انا مبارح والله صار عندي سكر مبارح والله خليك عفري بوجهك يلا خليه خليه رخيص ترى ورخيص حيوان وعيني هذا اللي قلت عليه الله يخليك بس احسب لي انا طيار هذا خليه بالعربه انا بخليه تعال خليه بالعربه مرحله حتجاوز وقف هنا وحسابك بالبيت دخل ديال هذا فقر وش ما سوالي طيب تحبه ها خليته انت انت عندك مشكله خليته انت ما خليته انت شنو انت شنو انت كارثه انت والله لك بابا خلني ايش بك انت عندي سكراني لك صابون مو زين علي لك مو زين علي تعال ايش بك انت هاك عمي هاك شوف بيش هذا هاي ايش بيك انت؟ ما حد يحكي وياك ابد؟ اقول لك نوتيلا وين اكو؟ عندكم نوتيلا؟ نوتيلا هناك ها؟ هناك نوتيلا وين تعال هذا وقع تعال قول له قول له خليه بالعربه انا تعال بس هذا كلينس تعال وين نوتيلا؟ تعال ابني تعال خليه خليه هنا استاذ ما عندك ما عندك بس كيس واحد بس كيس واحد اريد بس كيس هذا تعبني تعبني كلش تعبني بس كيس واحد اخوي شنو محتاجين؟ ما يقبل ابني ما يقبل ما يقبل انا عندي سكر هو ما يقبل ياخذ لي بابا بس سوى بي بابا سوى بي خلي جدي الولد اشترى لي اياه الولد اشترى لي اياه مجدي مجدي هو شو اسمه ابوي ربي تعبني انت تدخل انا وابوي لا مقصد ما ادخل انا وابوي هاي بس هذه بس هاي بس ما عندي بعد ما عندي طفل يشتري الزوج تو عايفني الي اني انت ايش عندك ويا زوج بس السؤال ايش عندك ويا زوج؟ يشتري لها كل شيء وانا عايفني واذا اقول لك عندي سكر عندي سكر دا يصعد عندي البارحه مو صعد 450 تعال وين موديني خليني هنا واقف ما اروح ما اروح خذ لي خبز هاي بس انا اخذ له خبز بس واقف هنا خليه اكمل بسواق واداني صراحتي قدام العالم صدق راح اهينه صدق راح هذا لا يروح أه؟ بعد حياتك تصير سودي ما يبقى على وايد روح والله ما يبقى واحد على وايد روح الوحيد اللي الدنيا يحبك هو زوجتي تحبني روح يلا تعرف زوجتك تحبك ما تحبك مرتك زوجتي تحبك احسب لي انا الله يخليك شو اشتريها بس هذه اي سمعك يقول بس هذه بس هاي هينا قدام العالم كافي عاد لو تطلع نخله هيك بشعرك براسك ما اشتريها بس كيس واحد بس كيس واحد احسب لي ما زوجت الله يخليك هذا اني روكسانا هاي زينه لك بابا هذا البارحه صعد عندي السكر هذا زين الي انا اذا موتك كافي جدي قدام العالم ليش؟ انا جاي اجيب تعبي شو مسوي تعبي ماخذ منك انا شو مسوي لك انا شو مسوي لك انا تعبي حسبي انا الله يخليك اسمي اجد منين تعبت انت ربيتك انا وش سويتك؟ ربيتني شو ربيتني؟ قعدتني بايجار سويتك ادمي تعبي براتبي ندفع له ادفع له
فعلا صدق حهينه فعلا 1000 دينار هي ب 1000 دينار لك بابا عندي سكر تمام ما ما مع الوسخ مع الوسخ سوى بنفسه يطلع برا مين يجي سهل طبعا مره ساعتين وما حد تدخل الناس طابه وطالعه وبس تباوع وعبالكم المشهد انتهى لا منتهى اكيد مشوقين يشوفون شنو اللي صار ابقوا ويانا يعني. ايه المشاهد ويا زوج سهله سهله يعني عندي على ابو تمره الثاني عمتي شاقه وياي ايه ما مشكله عائليه يعني. مخبلني تدخل بكل شيء يعني سبيها شيء اختي الله يخليك والله انا جاي اسوق والله مالي شغله بيها عليكم السلام ورحمة الله. أنا جاي أسوق أنا جاي. بس هذه بس هذه هاي ما سكر هاي كاتب عليها. كل شيء ما سوالي. أحسن لك أتجاوز. لك ابني دخليها هنا بالعربانة ليش ما تشتري؟ ما حتى قدام العالم. ليش ما تشتري يعني؟ ما أنا سكر ما تي يصعد بالليل يصعد. أنا هناك سجاي. أحسن لي. بالليل يصعد إيش فيك أنت؟ دار الخبز ما شعير ما يشتري لي ما يقبل ابني هذا انا اشكرك 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 بنتي اشكرك انا ابوي اشكرك والدي والدي دار الخبز ما شعير ما يقبل ما يشتري لي يشتري مرته وعايفني انسان يعني ادفع يعني ادفعك يا حجي انا ادفعك يا هاي مو 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 بس اشتري هذا بس هذا مو 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 فضحتني ايش خليت العالم تتدخل؟ فضحتك عمي شنو؟ سويت لك عالم غير ابوك شنو فضحك؟ كل شيء ما سواني ابوك يفضحك؟ تعبي تعبي ما جاي يوسع عليك متى اقول لك عمي ترى انت هذا خيرك كله من شيبتك ليش تتدخل يعني؟ ليش تتدخل؟ مش عارف انت ما تعرف وش اخوي متى انت بس ايش تعرف وش تعرف ما تستحق انا وابوي انت وابوك؟ هسه بدي اشوف لي اريد خبز عيش ما يعطوني شو طلع يلا حتى مسواب هوني ليش شو طلع شو عدل أنا هو ولا حد دخل شو عدل لا لا أوبا أنت لا تدخل أنا هو ما فضحني قدام العالم شو طلع الفقر خبز يطلع لمجدي هذا مال سكر مال سكر وينه تعال خبز مال سكر هذا يا تيا تشتغلنا له يا عجل وينه اخوي بس ما اسمح لك تشتري له ايش قاعد تسوي راح وجاي تفخني ايش ابوك عدل زين راح بس شوف انه الحساب مال جد جابته اكو بعدنا عندك خبز لا لا هو بس في واحد كافي علي اليوم كافي علي لا اخوي شنو هاي هاي وصل وصل مرحبا هات كامل بس خلا احسب لي انا اخوي شو ابوك عدم بس ما حاجة شيء شو يا ابوك عدم زين هات كامل ايش قد الفلوس خلنا ناخذ ليش ليش تدخل؟ اه شك انا اجي المواد بس اخذ مسواق دخلت لا انت كسرت ربك اتمنى ابويا عايش انا اتمنى ابويا عايش اتمنى ابويا عايش شوف فضحتني قدام العالم امشي ولا انت طيب عار مو فضحك عار اوف يا ولد اوف والله عجبتك شيء يلا ولي اجي هذا ولي اجي ما يخالف ولي تجي بعد لا رحم الله والديكم يا رب تجي بعد رحم الله والديكم خلينا بالعلاقه الله يخليك بس حق 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 لا تجري لا تجري ترى عادي مو راح صحيح شنو على التربية شو دريك بعد؟ بعد شو دريك هاي كل شيء مال الرجال تعال عم بس حاسب اسبوع فضحتني قدام العالم انا فضحتك اطلع يلا انا عيط على ابوي لا تتدخل لا بابا لا تعيط لا تتدخل لك علي تعال خلينا نحاسب السنة الجاي بس انا داخل المسواك تبيع لي ولا لا؟ بيع لك يا رب محلكم هو؟ اطلع يلا Thank you.
سوى بي سوى سوى فضحني قدام العالم جدي. لا ميت. امك ميت. لا زوجته موجود. اختي شاد وياها ما اعرف هسه شنو مو عيب قدام الناس هيك بس خليها سليم بيت. شو شو احس؟ صدق ليش تحكي؟ شو سويت؟ صدق ليش تحكي؟ صدق صدق يعني من كل عقلك يعني. لا 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 شوف هذه هاي فلوسك وقع عندي فلوسك وقع عندي فلوسك وقع عندي. شوف وسن عاله رحم الله والديك هاي فلوسك وقع عندي فلوسك. هاي 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 لحيتك شوفها هاي نزيلك ابني هاي فلوسك فلوسك وقع عندي. تنزل قدام العالم. ليه تدخل انا وابوي؟ هاي فلوسك اخويا تحسب لي اياهم لو اروح الله يخليك. لا بس احسب لي ذني القناه هذا كتلك. ها؟ القناه كتلك. استغفر الله ليه تدخل؟ هذا العسل هذا العسل زين؟ تفضل عمي. مملوك هذا العسل زين لو اللي بس خلي يحسب لي هذا. لا حبيب قلبي هذا انت جاي من الله يسلمك الله يخليك. زين يلا انت شنو تحسوا لي مني وذا بتعدك اطلع برا كافي عاد. شو راح اخلص مشينا يا بس دمي الكاميرا الكاميرا الخفيه الكاميرا الخفيه بس ما الخفيه تعجب كاميرا الخفيه كاميرا الخفيه كاميرا الخفيه مقلب كاميرا الخفيه كاميرا الخفيه. طبعا انا الحكي شنو احكي وياكم وخايف يعني حتى ما ادري. لا بس هناك روح الولد انا لازم كل شيء يسوي فيه. طبعا هنا اسفين معقوله اكو هيك شيء بيحرق. حسين ابو حسين بس تعال هنا قدام الكاميرا كذا بس هنا الاسم بالخير. علي اسمك حبيبي؟ حسن. حسن شو اسمك؟ علي. علي هم بس وقف هنا علي وحسين شو اسمك اخوي؟ احمد. احمد قلب بس هنا 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 شنو شنو هاي الغيره اللي خلاكم غير ابوك؟ غير ابوك يا غير مو قصه الغيره هي بس الشيء مو اسم ممثل ويانا وهذا يعني اكثر شيء جاي نشوفه بالمجتمع. مو هو المجتمع تعبان هو لما المجتمع تعبان ما يعامل ابوه اللي تعب عليه. والدك عايش؟ لا متوفي. افرح معي اروح يا اخي خير عمر. علي والدك عايش؟ الحمد لله. صحة وعافية. الله يعزك. توفي والله الله يرحمه. الله يديك اشكرك. عايش الحمد لله. صحة وعافية. حبيبي. اختنا يما اختي الكبيرة. الله يوديك. طبعا بس وقف وقف لحظة لحظة. علي لا لا لحظة. والدك عايش؟ اي والله عايش. صحة وعافية. الله يسلمك الله يخليك. هاي الحلقة تنعرض برمضان؟ رضا مع وتر يشوفون زاك روسي. هاي قناة زاك روسي. حراس حبيبي انت وزاك روس. رسالة. تنعرض ماكو مشكلة؟ لا عادي. تسلمونا ونشكر غيرتكم. حبيبي وارد. اشكرك حبيبي. تعال يمي تعال. هذا بعده مقهور. هذا على ابو. لا. صعبة. صعبة. الحمد لله والشكر اتدخلنا بالوقت المناسب والا مسار كان راح فيها. وأكيد يستاهل كل ابن عاقل أمه والأبو. ومستمرين بضحكاتنا لهذا اليوم ومقالبنا العفوية. راح نروح وين؟ راح نروح إلى فقرة سؤال عطاير. ابقوا ويانا. رمضان كريم. علينا وعليك. شلون الصحة؟ والله بخير الحمد لله. شلون الفطور كان اليوم؟ والله طيب. احنا قناة زاغروس الفضائية عندنا فقرة سؤال على الطاير اسألك اياها اذا جاوبتني اياها راح تربح وياي هدية. اوكي. 18 في 25. خير عاد الحاسبة. اكيد انت ما راح تجاوبني راح اغير لك الفقرة. فقرتنا الثانية تقول عندي عربة اريدك تترس ليها خلال 30 ثانية. اوكي عاد. من اي مكان انت تحبه تمام؟ اوكي. بلش؟ بلش. خلينا نشوف العربة. هاي العربة من وين تحب تبلش؟ من نام من ناك من نام كيفك؟ يلا يبلش فقرة التايد. يلا بلش بدأ العدو وياك 30 ثانية بس أسرع أسرع. أسرع أسرع أسرع. خمسة أربعة ثلاثة
2 1 خلص الوقت. راح على الكاشير. انت حضرتك متزوج؟ ايه. اليوم الاكل من ايد الوالده لو المرة؟ لا والله من ايد المرة لان الوالده بالعمره. الله ان شاء الله يعطيها الصحه والعافيه. عافيك ان شاء الله. جالك يا عز. الله وديك اشكرك. خلينا نشوف الحساب ايش قد راح يكون. فزين مسوق من كلهن. هذا المسواق الزين. ايش قد الحساب صار؟ $55 دفعت؟ ايه عادي؟ عادي بس انا اخذ اذا دفعت. ليش؟ يعني المسواق انا. ليش؟ انت تسوق وانا. هاي هاي اوكي اوكي والله عمي كريم. يلا وجه محفظتي يا ويسو. اتهربوا هنا أنا. قال محفظتي يا مصدق مو تطلع من ذيك. لا والله كيف؟ العلاقة واحنا اصلا ما راح نخليك تدفع بلا تجيبها. انطيني الهدية. تفضل هاي الهدية مقدمة من قناة زاكروس. الله يهديك. شكرا لك. ما شفتوا ضيفنا شلون حمل العربة ومن وصل يم الكاشير أكيد راد ينصدم، بس إحنا بالنهاية قلنا له هذا مقلب. إذا مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا لهذا اليوم، لا تنسون إطلالتي من سلطانة للزي الخليجي فرع سهام العبيدي والفرع الآخر في تركيا. باي باي.